في مديرية الصحة في إدلب في تقرير عن حملة لشلل الأطفال في سوريا، لأن هذه الحملة قام بها عدد من المنظمات وغيرها. طبعا ضمن مساهمات عبد الله جدعان صحفي أرسل لنا هذا التقرير ضمن مساهمات البرنامج، نتابعها معا. في ريف إدلب انطلقت الجولة السابعة من حملة لننهي شلل الأطفال في سوريا، والتي تهدف إلى التخلص من مرض شلل الأطفال بشكل نهائي بعد ظهور عدة إصابات بناء على تقارير صادرة عن مديريات الصحة الحرة في سوريا. الدكتور مزج الخليل مدير صحة إدلب الحرة: الحمد لله رب العالمين، بدأنا الجولة السابعة من حملة لننهي شلل الأطفال في سوريا في محافظة إدلب بمشاركة حوالي 1400 متطوع. من المتوقع إن شاء الله أن نلقح أكثر من 250 ألف طفل في معظم مناطق المحافظة. طبعا الحمد لله رب العالمين النتائج حتى الآن جيدة، والدليل على ذلك انخفاض الإصابات بشلل الأطفال. تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة الماضية لم تسجل أي حالة مؤكدة لإصابات جديدة في شلل الأطفال، وهي نتيجة طيبة والحمد لله رب العالمين، وكذلك الأمر في معظم المحافظات. بدأت الحملة بمساعدة 1400 متطوعا من ملقحين ومشرفين على المراكز، حيث تبلغ عدد المراكز ما يقارب 593 نقطة. فكانت كل أربع أو خمس قرى حسب حجم القرية يعني وحسب عدد الأطفال أنشأنا فيها مركز، والمركز طبعا بيطبع على منطقة. فعندنا بمحافظة إدلب 7 أو 8 مناطق، صاروا كل منطقة ممكن تبع لي 4 مراكز 4 أو 5. تهدف الحملة إلى إيصال اللقاحات لكافة الأطفال من يوم حتى سن الخامسة في كل قرية وبلدة ومدينة، وصولا إلى مخيمات اللجوء وحتى النازحين إلى المناطق الأثرية في محافظة إدلب. إدلب وأثر التجمعات السكنية، سواء كان ذلك في المخيمات أو المدارس أو حتى بعض التجمعات في المناطق الأثرية، يعني بصراحة نسعى للوصول لكل بيت لكل خيمة لأصغر تجمع سكني، يعني إن شاء الله حتى نتمكن من محاصرة هذه الأمراض والقضاء عليها. ما يميز هذه الجولة عن غيرها وجود فيتامينات تساعد على تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال. من المتوقع تلقيح أكثر من 250 ألف طفل حسب ما أفادنا به مدير صحة إدلب الحرة. في الإضافة فيتامينات لتقوية المناعة لجسم الطفل. طبعا عندنا الفيتامينات نوعين، في عندنا فيتامين الأحمر من العمر سنة لست سنين، وعندنا الفيتامين الأزرق للعمر من نص سنة للسنة. حملة لننهي شلل الأطفال وصلت إلى الروضات لتحقيق الهدف المرجو منها، وهو تلقيح كافة الأطفال. عبد الله جدعان، ريف إدلب. طبعا كتر خير كل واحد على فكرة بيساعد السوريين في الداخل، المنظمات أي شيء، فشكرا لهم لكل واحد يساهم في حماية الأطفال السوريين، شلل الأطفال وغيرها، لأن في أمراض الآن تنتشر في الشمال السوري فيما يتعلق بشلل الأطفال. وضع الشمال أفضل بكثير من وضع الجنوب الدمشقي على فكرة والغوطة الشرقية. بتعرفوا أنه في أمراض انقرضت، يعني من المفترض أنها منقرضة، التيفويد والحمى الليفية. إبرة المضادة له في مناطق النظام في دمشق تباع 150 ليرة، في الغوطة الشرقية تباع ب 1500 ليرة سوري إن وجدت. طبعا هذا الحرامي السرسري لطش من الحكومة المؤقتة المعارضة 80 ألف دولار، يعني 14 مليون ليرة سوري. تصوروا قديش ممكن تأمن حق فقط، يعني حقا من أجل إنقاذ الذين في واحد. تذكروا هذه الدجاجة باضت والعالم لم يبض اللي طلعناه من شيء كم يوم، هذا مصاب بالتيفوئيد، يعني بجوز يموت بأي لحظة بدون وفاء. ديروا بالكم على الغوطة الشرقية المحاصرة وفيما يتعلق بحمى التيفوئيد التي تنتشر والحمى اللي فيها. بكل الأحوال انتهت هذه الحلقة، إن شاء الله تشوفون الحلقة يوم الثلاثاء المقبل إن شاء الله، وسنبحث ملف مهم يتعلق بتجار البشر ممن يلقون بالسوريين في أعماق البحار مقابل إيش؟ مقابل 2000 و3000 دولار. سحت إن شاء الله، إن شاء الله أشوفه بولاده. بكل الأحوال نذهب، مو نذهب لفاصل، نروح نودعكم، الله معكم.